السلام عليكم. سامسونج جالاكسي اس 23 الترا قادم بكاميرا أمامية بدقة أقل بكثير من الإصدارات السابقة من إصدار الاس 22 الترا. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك. فضلا منكم وليس أمرا، بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختار الكل أو توت أو أول، ولا تنسى دعم القناة ماديا إذا أردت عبر الضغط على زر التشكرات. ميرسي أو تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. سيحتوي هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 الترا على كاميرا أمامية بمستشعر جديد، ومع ذلك بالمقارنة مع أجهزة سامسونج الترا السابقة تنخفض الدقة بشكل كبير. لقد مر وقت منذ أن أبلغنا أن سامسونج جالاكسي اس 23 وسامسونج جالاكسي اس 23 بلس سيحصلان على ترقية فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي. ولسنوات كان لدى أفضل طرازات الجالاكسي اس تحمل كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل، ويحصل كل من الجالاكسي اس 23 والجالاكسي اس 23 بلس على مستشعر جديد بدقة أعلى تبلغ 12 ميجا بيكسل، وبقيت الكاميرا الأمامية لجهاز سامسونج جالاكسي اس 23 الترا فقط غير واضحة. الآن يمكننا أن نؤكد أن الجالاكسي اس 23 الترا سيحتوي أيضا على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل مقارنة بالجيل السابق 40 ميجا بيكسل. ومع ذلك على عكس الموديلات الأخرى في سلسلة الاس 23 فإن هذا ليس تحسينا تلقائيا، وتحتوي طرازات الالترا على كاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بيكسل منذ الاس 20 الترا. ومع ذلك نأمل أن تتحسن الكاميرا الأمامية على الاس 23 الترا أيضا، ومن الواضح أن عدد البيكسل ليس حاسما بالنسبة لجودة الصور، وهناك جميع أنواع الطرق التي يمكن من خلالها لشركة سامسونج تحسين الكاميرا الأمامية أيضا باستخدام مستشعر 12 ميجا بيكسل، ونظرا لأن التفاصيل الدقيقة ولكن الأصغر لم تتضح بعد، فلا يزال هناك مجال كبير للأمل في هذا المجال. وفي وقت سابق رأينا الصور الأولى لجهاز الاس 23 الترا، هذا يدل على أن الجهاز سيبدو مختلفا عن الجالاكسي اس 22 الترا في بعض الأشياء، هذا لا يجعلها أقل جمالا لكنها قد تكون مملة بعض الشيء. وتظهر المعلومات التي وصلت إلينا أن الجالاكسي اس 23 الترا سيستخدم مرة أخرى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجا بيكسل وزوم بصري 10x، وبالطبع من الممكن أن تقوم سامسونج بتحسين الكاميرا بطرق أخرى وهي بزيادة 200 ميجا بيكسل في الكاميرا الرئيسية. ما هي توقعاتكم لسلسلة هواتف جالاكسي اس 23 وخصوصا وحش الجالاكسي اس 23 الترا؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.